مساء الخير جعاد، أنا موجودة بإدارة وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني. بعد سيل الاتهامات التي صيقت بحق بستاني، يعني توجهت هي إلى القضاء من بعد ما كانت تهمت في بعض الإعلام بأنه حولت من حسابها وأخرجت أموال من لبنان إلى مصرف بسويسرا، يعني راحت إلى القضاء، وأكثر من ذلك قد تكون هي السابقة لمسؤول لبناني. أنا أقول هنا بأنه يتوجه هو شخصيا، أقول شخصيا، وهذه الخطوة هي يلي قامت فيها اليوم الوزيرة بستاني، توجهت إلى مصرف لبنان وأيضا هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وأيضا إلى جمعية المصارف، وتمكنت من الحصول على كتاب يؤكد ونشر هذا الكتاب. بعتقد يمكن عم نشوفه هلأ على الكاميرا. هذا الكتاب يؤكد أنه رفعت السرية المصرفية عن كل حساباتها، مش بس هيك، الأهم أنه هي أعطتها يعني وصارت واضحة كل وسائل الإعلام، مختلف وسائل الإعلام التلفزيونية، لحتى هي تقرر شو ممكن تعمل فيها. يبدو أنه رح تستمر في هذه القضية حتى النهاية لتبيان كل الحقائق. معي إلى جانب الوزيرة المعنية السابقة ندى بستاني خوري، يعني ذهبت اليوم إلى المراجع المختصة وتمكنت من الحصول على كتاب رفع كل السرية المصرفية، ومثل وكأنه عم تتحدي معاليك أنه سجلك أبيض، هكذا أردت أن تقولي من هذه الخطوة؟ ايه اكيد. بونسوار اول شيء لجعد ولكل مشاهدين الاو تي في. اكيد هيدي هي الخطوة اليوم جوال، انه ما فينا، انتو اعلامية وبتعرفوا، ما في الواحد يطلع يعني يمس بكرامة العالم ويمس بسمعتهم ومن دون اي مستند، او حتى اكثر من هيك، يعني لانه كنا بدعوة، يعني كنا بدعوة معينة وهلأ رايحين على دعوة تانية تزوير، يعني المستند اللي قدمه مزور، ما في يعني ردة. بس تبين هذا التزوير لأنه هن حطوا هذا المستند، يعني تبين. تبين، ومين ما بيعرف بالقطاع المصرفي هيدا منه، يعني أكيد منه مستند رسمي لحيالنا مصرف. على كل حال، أنا مع هيدا وكله أخذت خطوة اليوم إنه رفعت السرية المصرفية عن حساباتي، ومثل ما قلت يعني انعمل تعميم من جمعية المصارف لكل المصارف بلبنان، ووسائل الإعلام التلفزيونية فيها تطلع على كل حساباتي، يعني كل حساباتي، كشف حساباتي كامل، مش حتى مش بس يعني هالتحويلتين، يعني رحت لأبعد، وما في تاريخ معين، يعني في كله مكشوف. كمان الخطوة ذاتها عملتها بمصرف لبنان وبهيئة الخاصة للتحقيق، كمان تقدمت بذات الكتاب، وإن شاء الله قريبا بتطلعوا كلكم على هالمستندات. معاليك، في من بعد ما قمت بهذه الخطوات كان في تغريده للمسؤول الكتائبي اللي ايضا اتهمك وكان ضمن المتهمين لك، يقول وكانه يعني تريدنا تصديق، بدكم تخلونا نصدق العاب الخفه بين السياسيين وبعض المصارف ومصرف لبنان، لو مثل هالالعاب لما تبخرت الودائع ولما احتجنا للتحقيق الجنائي، خلينا ننطر سلطه الرقابه بالاسواق الماليه السويسريه وجمعيه المصارف هناك. يعني وكانه عم يتهمك بطريقه غير مباشره انه في صفقات بينكم بين المصارف، مشان هيك قدرت تعملي هذا الامر اليوم. شو اللي قدرت اعمله؟ شلت السريه المصرفيه. انا يعني بتحديه هو وكل حزب الكتائب اذا بيحبوا شهر السابع، انا عم بحكي عنه، يشيلوا السريه المصرفيه عن حساباتهم، يعني من رئيس حزب الكتائب ونزول، لانه نحن بعتقد، واليوم كمان ما ننسى انه الوزير باسيل هو الاول اللي عمل هالخطوه قبلي وشلنا السريه المصرفيه، واحي يعني ما في اعمل اكثر من هيك، ما فيه يتهمني بشيء، لانه كل التحويلات حتى بمصرف لبنان راح يبينوا. وزيت الخطوة عم بعملها بسويسرا، يلي برجع بأكد انه ما عندي حسابات خارج لبنان، ما عندي ولا اي حساب خارج لبنان، ما عندي حساب بسويسرا اصلا، البلد الاوروبي يمكن الوحيد يلي ماني داعسه فيه. طيب ليش معك هذا؟ اذا عم بتقولي انت هذا الكلام، ليش الاستهداف لشخصك؟ يعني انه ليش عم يستهدفوك؟ هيدي كمان يعني انا بعتقد جوال انه في استهداف، في مثل ما بنعرف يعني كاركتر اساسينيشن، هيدي بلشوها بالوزير باسيل وهلا على كل التيار، وبلشت بالوزير باسيل وعم بتكمل، يعني علينا كلنا كتيار، كلنا عنا اياها، وانتم بالاو تي في بعتقد كمان
يعطيكم ألف عافية، لأنه عم نتعرض يوميا لمس بكراماتنا ما عاد مقبول. وهيدا أنا كان بدي يكون مثل أنه ما فيكم تطلعوا وتحكوا علينا وما تتوقعوا منا جواب، لا، لأنه هلأ ما بقى يعني كمان ممنوع أقدم شكوى، لا. والتنين أنا بس حبي كمان قلن أنه التنين الأستاذ ماجد بويز حضر الشكوى الثانية، وهالمرة في جرم تزوير. سؤالي الأخير لأختم، قال المتهمين لإلك أنه في حال تبين معلوماتهم مغلوطة هن مستعدين يعني يعتذروا منك مع حبة مسك، رح تقبلي حبة المسك والاعتذار إذا وصلتوا لاعتذار؟ يعني ما بعرف. هلا انا جوال خلي القضاء يقرر اذا بيقبل هو بحبه مسك. شكرا لك جاد، هذا كان كل شيء حتى هذه اللحظه، يعني يبدو انه مستمره في هذه القضيه حتى نهايه الوزيره بستاني. جاد